ليك مع النادي الاهلي، ممكن مثلا هدف غزل المحله 93، احكي لنا كده. لا هو في حوالي 3 4 اهداف ما اقدرش انساهم. نمره واحد افريكا سبور في كوت ديفوار، تعادلنا هناك 1-1 ده ذهاب النهائي بتاع 93 94. عملت ماتش قوي جدا وجبت جون هناك، ومش انا الواحد اللي عملت ماتش، يعني كان احسن ثلاثه في الملعب شوبير تجيلي وحسام حسن، الثلاثه دول بصراحه يعني انا من احسن، حتى الصحف بتاع كوت ديفوار بعد الماتش، يمكن انت تعرف ان فيليكس ابو جيه كان معانا فبيفهم فرنساوي شويه، فكاتبين في هناك بعد الماتش ذا ايجيبشن سنيك جليل محمد هناك بينطقوا يعني الثعبان المصري. ليه؟ حتى كان المدرب بتاعهم جزائري كان اسمه رشيد، انا فاكر طبعا الحاجات دي ما بتنسيش من الذاكره. قال لهم انا اتخدعت لان انا الماتش اللي قبليه كنت مصاب وما لعبتش، اللي هو كان اللي قبل كوت ديفوار ما شافش. فقال لك انا فوجئت بواحد بيعدي زي السكينه في الجاتوه. انا مش قصدي ان انا يعني افخر في نفسي يا جماعه، انا بقول على حقايق بجد. احنا جايبين لك شويه سكاكين في الجاتوه النهارده هنشوفها مع الناس، لانه في كتير من جماهير الاهلاويه انت عارف طبعا ما شافوش فرقه عبد الجليل وعمر انور وانت مين كان معاك من فرقتك تاني او طالعين مع مين؟ هل انت وعمر كنتوا يعني في الملعب حتى كمان قريبين قوي من بعض؟ بالظبط كابتن يعني عمرو انور طبعا عمرو انور من اعز اصدقائي يعني. بس انت ابتديت مع جيل الكبار كان اكرامي اسامه. لا بص هو انا وعمرو وهاني وعادل طلعنا، عمرو طلع قبلنا مثلا عبد الرحمن وهاني رمزي وهاني رمزي طلعنا وكان عمرو طلع قبلنا باربع ماتشات كده مع الشيخ طه، ولحق بقى الكابتن مصطفى عبده لما خدنا الدوري في الاخر، وبعدين احنا كملنا بقى. كان انت لعبت فيرست تيم كان كام سنه؟ 17 ونص كده 18 صغير يعني. ما هي دي الميزه دلوقتي ان يعني الناشئين لو ما لعبش وهو عنده 18 سنه خلاص انسى ما خلاص بقى يعني لو ما لعبش، وبعدين انت بتلعب في النادي الاهلي 18